اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع معالي السيد دون برامودوي ناي نائب رئيس الوزراء وزير خارجيه مملكه تايلاند الصديقه تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقه التاريخيه الوطيده التي تربط مملكه البحرين بمملكه تايلاند وما تتسم به من تطور ونمو في مختلف المجالات وسبل تنميه وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصاديه والتجاريه بما يعود بالخير والمنفعه على البلدين والشعبين الصديقين بالاضافه الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك